الاعتقاد كلمة اصطلح العلماء وجدوا أن شرع الله عز وجل ينقسم إلى جانب نظري وجانب عملي. سموا الجانب النظري الاعتقاد، والجانب العملي سموه الشريعة. فدين الله عز وجل اعتقاد والشريعة. الاعتقاد هو الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، هذه أصول الاعتقاد. وفي أشياء مسائل أخرى أيضا هي من الاعتقاد، مثل موقف من الصحابة، مثل الإمامة ونحو ذلك. والجانب الشرعي العملي اللي هو الفقه، اللي هو الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، وأيضا في جانب معاملات في الشريعة اللي هو مثلا البيوع والنكاح والطلاق والرضاع والمواريث. فهذا كله تقسيمات علمية من علماء الأمة الأفاضل، أكرموا الأمة بهذا الجهد العظيم، فبينوا الاعتقاد الصحيح وبينوا الأشياء التي هي دخيلة على الاعتقاد حتى يتجنبها المسلم، وهي كل يوم تتجدد في كثير مسائل، تقدح في العقيدة وتتجدد، فيتصدى لها علماء السنة فيحذرون الأمة منها. نعم.